السلام عليكم، يا مرحبا فيكم في قناة اللعب الملكي، وعدنا لكم فيديو جديد بعد غياب 10 أيام متواصلة. يلا نبدأ الفيديو كالتالي، كما شفت في وصف الفيديو، ما هي الطريقة الأمثل لكسر البلياردو أو لتفنيشة البلياردو أو كيف تكسر الـ15 كرة في بداية اللعبة، الطريقة الصحيحة والأمثل والأجود في أداء الكور إلى الحفرة. يلا نبدأ. ما هي الكرة المستهدفة في تصويب الكاس؟ هي الكرة رقم 4 التي هي في بداية المثلث، كنا نصورها في منتصف هنا، لأن أول ما تصوب على منتصف الكرة تعطي دفعة قوية لكل الحجار لكي تسمح لنا بأكبر فرصة لكي تروح في كل. أما إذا صوبتها يمين أو سلفة المضرب 70% أو 60% راح يروح مضرب زاوية، أو شمال ما تنفرق عن كل الكبار. ويلا نشوف التجربة. لو روحت يا طلع حضرية لكي تلعب حضرية أخرى.